وضع الحالي كوفيد اند جي اي تي. جزيل الشكر للأخ الفاضل الأستاذ الدكتور أحمد البريدي، دكتورة إيمان ناصف، وتهنئتي بنجاح هذا المؤتمر الكبير. الحقيقة موضوع هو الجت انفكشن كوفيد ولا لا شاغل مخ الناس كلها. خلونا نمر مع بعض بسرعة كده ونقول إن كوفيد 19 predominantly respiratory with little or less gastrointestinal manifestations، وده الاستادي اللي شافها جون ماتاي في 2020. وكمان لقى ان الفيكال اورال ترانسميشن از ا بروبوزد ميكانيزم، بس ما كانش معروف هل يا ترى الشيدنج اوف ذا فيروس اللي بيحصل ده له دور في الانفكشن ولا ده بارت اوف ذا فيروس اتسلف. الأطفال ممكن يجي لها نوزيا، ممكن يجي لها vomiting, diarrhea, abdominal pain during the course of the disease، والدايريا ممكن تتراوح بين يوم لثمان أيام with a median time of 3.3 days. طيب وممكن تبقى watery diarrhea up to dehydration، ده برضو من الحاجات المهمة. يا ترى في ميتا أناليسيز اتعمل على الستاديز اللي اتعملت في الكوفيد 19؟ الحقيقة عملوا ميتا أناليسيز ولقوا فيه إن البولد بريفلنس ريت في الجي آي سيمتومز كلها على بعضها 9.8، أما الدايريا كانت 10.4%، والفوميتينج والنوزيا كانوا واصلين 7.7%. الأبدومينال ديسكمفورت أند بين كان حوالي 7%، ولقوا إن الفيكال ديتكشن أوف ذا فيروس وصل 30%، يعني 30% من حالات الكوفيد 19 عندهم الفيروس في الستول. والميتا أناليسيس كمان لقى أن جي آي سيمتومز أعلى في السيفير ديزيز عن المايل ديزيز. والحقيقة ده في الأطفال مش واضح قوي، لكن يعني دي كانت ستادي أدلت أكتر. الحاجة التانية المهمة قوي هي أن الـ ACE2 ريسبتورز هي المين ستاي والأتاتشمنت سايت، especially مع الترانسمبرين سيرين بروتيز 2 اللي هو البرايمينج فاكتور للفيروس عشان يقدر يمسك في الـ ACE2 receptors. الاثنين بروتينز دول موجودين في ال GIT زي ما هم موجودين في ال glands بتاعة ال alveolar type 2 cells بتاعة اللنج. والاتاتشمنت للريسبتورز دي هو المهم قوي، وهنشوف مع بعض هل يا ترى ال GIT تعتبر rich site for ACE2 receptors ولا لا. وواحد من الابحاث الكويسه قوي اللي اتعملت زياء وايتال وهو بيعمل منظار لقى جي اي تي انفولفمنت، وخد بايوبسي ولقى فيها الفيروس مع انه الفيروس ما كانش في الريسبيراتوري خالص وما كانش عنده اي ريسبيراتوري مانيفيستيشنز. اوكي طيب احنا اتفقنا ان الاي سي اي 2 ريسبتورز موجوده في الالفيولاي، لكن يا ترى في الجي اي تي بتمسك ازاي؟ ده diagrammatic representation of attachment of the virus to the receptors. وهامينج إتال من زمان كان دور على الـ ACE2 receptors في الـ distribution بتاعهم في الـ different bodies، وديت أدي الـ immune histochemical staining، ولقينا هنا attachment للـ endothelium of the vessels وهنا في الـ vasculature of the vessel، وكمان لقيناهم في الـ brush border بتاعت الفيلاي في السمول انتستين، وكمان اتوجدت في الكولون موجود في الماسل لاير بتاعتها كمان. ده معناها ايه؟ معناها انه ممكن يبقى الجي اي برايمري ديزيز، ده مش بس كده وكمان ممكن يبقى سورس اوف سكريشن اند شيدنج اوف ذا فيروس. ايسباساك انجينا ايتال دور على السياليك أسيد ولقى فيه حاجة غريبة جدا، أوريها لكم في الرسمة دي. اللاير دهية عبارة عن سياليك ريتش جلايكوزيليتد ميوكس، وده الفيروس بيعرف يأتاتش للسياليك أسيد ويعيش فيها فترة طويلة. ثم كمان السياليك أسيد يساعده في الاستابلشمنت بتاعه في قلب البراش بوردر، بيمسك بحتتين قبل ما يمسك في الاي سي اي ريسبتورز، وبالتالي السياليك أسيد is very important for the attachment of the virus and the maintenance of the virus in the mucus layer up to prolongation of duration of the disease. الحاجة الثانية الأهم إنه بيحصل إنه يكون فيها
شيدنج لفترات طويلة حتى بعد ما اختفت من الريسبيراتوري انفكشن. وبالتالي نقدر نقول ان البايندنج ده هو للميوسين تايب جلايكوبروتين may permit the virus to accommodate extended periods. In this context كانت الناس اللي بتقول ياخدوا بالكم يا جماعة الويست from hospitals should be considered an area of contamination, ولازم تبدأ يتعمل له آليات للوقاية منه. يا ترى ممكن في respiratory infection اللي بيور يبقى فيه جي آي رول؟ الرسمة دي بتقول إن الجات مع الميكروبيوم of the gut بيأثر على اللنج، ولو الفيرال لنج انفكشن حصلت بالإنفلاماتوري ريسبونس والفيرال ترانسلوكيشن بيوصل للجي اي تي يعمل ديسبيوسيس. الديسبيوسيس بتزود الجات برميابيليتي وبتعمل انكريزد إنفلاماتوري سايتوكاين ستورم. كل ده هيخلي حاجتين، الفيروس نفسه يقدر يوصل للجي اي تي، والبكتيريا اللي في الجات ممكن توصل اللنج وتعمل لي سيكندري انفكشن وتعمل لي اند اورجان فيلير نتيجه الديسربشن. والحقيقه الكلام ده اتدرس كذا مره تانيين في حالات في ستاديز ثانيه، ولقوا ان الجات مايكروبيوتا حصل لها ديستربنس في الكوفيد 19 وانه ري تشينج الى نورمال فلورا ممكن يبقى واحد من الاستاديز الجديده في ثيرابيوتيك كنترول اوف ذيس كونديشنز. ما تنساش ان الاي سي اي 2 ريسبتورز نفسها از ا فاكتور في الكنترول اوف جات مايكروبيوتا، واحنا لما بنمسك فيها بالفيروس بنبوظ الجات مايكروبيوتا. اقدر الخص لكم الاكسبيرينس بتاعتي في الجي اي كوفيد 19 ديزيز. نمره واحد، ان الجي اي بريزنتيشن از اس كومون از لانج كوفيد 19 انفكشن in children. Vomiting and abdominal pain are very severe and cannot be responding well to the ordinary measures. Dehydration is more profound حتى لو كانت اللوسز مش كتيرة، ودي تخلينا نفكر في compartment shift. Severity varies according to early or late onset GI infection. وبالتالي في الearly الحقيقة vomiting more common، في late بيبقى الابدومينال بين سيفير نتيجه الانفولفمنت اوف ذا ماسل لاير اوف ذا جات وول. وبالتالي لو لقيت عيان عنده بليدنج كتير فكر ان دي فاسكولايتس ومفسره الكوفيد. لو لقيت العيان ده عنده سيفير ابدومينال بين نوت ريسبوندنج ومهوش سيرجيكال فكر في كوفيد. لو لقيت العيان عنده سيفير فوميتنج وتديله الانتي ايماتكس فكر في كوفيد. يعني وبالتالي دول الكريتيريا الاساسيه اللي شفناها خلال the follow-up of our cases.